جهود متواصلة تقوم بها الدولة للمضي قدما في تنمية سيناء على المستويات الاقتصادية والثقافية والإنسانية من خلال العديد من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بعد عودة الحياة لطبيعتها وتطهير كامل لترابها من الإرهاب. يأتي على رأس تلك المبادرات مهرجان ملكة جمال البلح والسمان الذي أقامته محافظة شمال سيناء للمرة الأولى. مع عودة الحياة إلى كامل طبيعتها بشمال سيناء، عقدت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بشمال سيناء مسابقة لملكة جمال مهرجان البلح والسمان بالعريش. الفرحة والابتسامة اللي أنا شفتها في عيون الناس جميعا دي بتعكس لنا جميعا مدى فرحة الناس بالتخلص من الإرهاب وعودة الحياة إلى مكانة العريش عليه زمان في الثمانينات. فبنقول الحمد لله رب العالمين أن الدولة تخصص حجم استثمارات بخطة محكمة بتشترك فيها كل مؤسسات وهيئات الدولة. اتعرضت على السيد الرئيس شخصيا وصدق عليها، وأنا حاسس أن مصر كلها بتشتغل معايا في داخل المحافظة في جميع المجالات، في الصناعة وفي الزراعة وفي التجمعات التنموية وفي المدارس. هناك إعادة تقسيم لهذا المجتمع بشكل تنموي وبشكل حضاري غير مسبوق، ومعلش يعني هو ده القضاء على الإرهاب، هو ده المستقبل، هي دي جمهورية مصر العربية. على هامش المهرجان أقيم معرضي التمور والسمان، فيما قدمت فرقة الفنون الشعبية بالعريش عددا من الفعاليات الفنية. اخترت اسم المهرجان للترويج السياحي عن محافظة شمال سيناء وتوضيح مدى أهمية محافظة شمال سيناء، وأن محافظة شمال سيناء باتت آمنة وخالية تماما من الإرهاب بفضل قيادة القوات المسلحة، قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة اللي طهرت البؤر الإرهابية من شمال سيناء وجعلت أهالي شمال سيناء زي ما أنت شايف كده بيحتفلوا بمهرجانات داخل محافظة شمال سيناء. تأتي أهمية المهرجان في الترويج السياحي للمحافظة وتسويق المنتجات السيناوية لما له من مردود اقتصادي كبير.